السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أخوكم أحمد شيطو وحلقة جديدة النهاردة إن شاء الله من برامج أندرويد. النهاردة إن شاء الله معانا برنامج جميل جدا جدا جدا. البرنامج ده بيخص الناس أو الفئة اللي معاها موبايلات سامسونج، تمام، وشغالة بأندرويد باي، طبعا بالسوفت وير الجديد بتاع سامسونج اللي هو الوان يو اي، تمام. يعني اي حد معاه تليفون سامسونج بس ما هو شغال باندرويد باي او ما هو شغال بالوان يو اي ما يجربش الطريقه دي او ما يستخدمش البرامج دي، او عايز يجربها ممكن على مسؤوليته. انا ما جربتهاش عليها هتبقى شغاله ولا لا، بس هي على اندرويد باي او الوان يو اي شغاله تمام، مفيش فيها مشكله خالص، فانا بشرحها للناس ديت. مبدئيا يا جماعه، هو البرنامج اسمه جود لوك، البرنامج اللي هو ده يا جماعه، تمام. نطلعه بره هنا، برنامج جود لوك ده مبدئيا. بس البرنامج دلوقتي للاسف هو مش متاح عندنا في الوطن العربي، تمام. البرنامج ده انت المفروض بتحمله من جلاكسي اب، من سامسونج جلاكسي. يعني احنا هنا لو جربنا، لو دخلنا على جلاكسي ستور عشان برضو تبقى شايفه او فاهمه، وجينا كتبنا هنا جود لوك، هنلاقي البرنامج مش هيظهر معانا، مش موجود اصلا، تمام، لان انا في مصر فهو مش متاح عندنا في الوطن العربي. طب انا اجيبه منين او احمله منين؟ هو في طريقتين، في طريقه زي شبه شرعيه وطريقه مش شرعيه. الطريقه اللي مش شرعيه احنا ممكن نخش مثلا على اي متصفح ونكتب، بس نخش على ايه، على اي بي كيو مرور مثلا من على اي براوزر وهنقدر نحمله عادي خالص. يعني لو كتبنا هنا اللهم صل على النبي اي بي كي مرور، عارف النت، يعني ربنا يخلينا النت اللي في مصر، ماشي يا جماعة. وجينا في السيرش مثلا هنا كده وكتبنا جود لوك، هيظهر معانا، هو نقدر نحمله وكل حاجه مفيش مشكله. بس الفكره يا جماعه كلها عباره عن ايه، ان جود لوك دوت هو في حد ذاته مش برنامج، او يعني مش من، انا مش عايزه هو ذات نفسه، هو ده لما انا بحمله من المتجر بتاع سامسونج بينزل فيه الاضافات ديت، بس الاضافات دي مبتبقاش متحمله، فانت بتحملها منه، فهو يعتبر زي متجر كمان، يعني هو يعتبر زي متجر بتحمل منه الحاجات الابلكيشنز ديت. بس الفكره انك لو حملته من اي بي كي مرور لما تيجي تفتحه هنا هتلاقي ده فاضي، هيجيبك ست ايرور كده، وهتلاقي يعني الصفحه دي هتلاقيها بيضه، مش هتلاقي هنا بقى الاسامي الاضافات دي خالص، فهتضطر برضو تاخدهم اسم اسم وتحملهم من اي بي كي مرور. يعني مثلا نيجي على لوكو ستار ده او كوك ستار، لو كتبناهم في السيرش هنا هتلاقيها ظهرت لك كوك ستار مثلا، هنظهر لنا اول واحده اهي، وهكذا كل الاضافه اللي احنا عايزينها هنخش نحملها بالمنظر ده. طبعا دي طريقه مش حلوه، لان انت اصلا مش هتعرف تشغل البرامج ديت، يعني انت حتى لما هتحملها مش هتظهر لك هنا برضو، فانت هتشغلهم ازاي؟ في طريقه تانيه ممكن تشغلهم بيها، بس ما علينا يا جماعه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. دي الطريقه اللي مش شرعيه. طب الطريقه الشرعيه، الطريقه الشرعيه يا جماعه احنا هنستخدم فيها في بي ان، هنستخدم فيها اي برنامج في بي ان. انا مثلا شغال بالبرنامج اللي هو دوت، ممكن اسيب لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن، ان هو دي نسخه مكركه او نسخه كامله. يعني انت هتيجي على البرنامج، هتيجي على سامسونج، تمام، على تيجي هنا كده وتخش ايه على اللي هو معلومات التطبيق يعني، وهتعمل له هتيجي على كلمه ستورج هنا، وهتعمل له كلير كاش وكلير داتا، تمام. يبقى احنا اول خطوات يا جماعه هنفتح الجلاكسي ستور وهنعمل له كلير كاش، بعد كده كلير داتا، بعد كده هنقفل التليفون، هنقفله تماما يعني. بعد كده هنشيل الخط بتاعنا، هنشيل الخط بتاعنا من التليفون، بعدين هنقيد التليفون عادي خالص. هنقيد التليفون، هنفتح برنامج الفي بي ان، تمام، وهنختار مثلا ايه اي بلد. انا مثلا ايه، هنختار مثلا امريكا، نقول يونايتد ستيت، تمام، وهنعمل ايه كونكت، ماشي. طبعا انا هفصل، انا اصلا خلاص محمله، وهنعمل كونكت، تمام. لما هنفتح الفي بي ان على النت ونعمل كونكت، هنفتح الجلاكسي ستور عادي خالص، تمام. لما نكتب جود لوك هتلاقيه ظهر معاك هنا،
يعني انا بكلمكم في حاجه انا منزلها بالطريقه دي ومجربها كده، هتلاقي الجود لوك ظهر معاك. فلما يظهر معاك هتفتحه بالمصدر ده كده، هتلاقي الاضافات دي كلها موجوده، بس مش هتلاقيها متحمله، بس هتلاقيها موجوده. فهتضغط على اضافه اضافه وانت فاتح الفي بي ان زي ما انت عادي خالص، انت بعد نزلت جود لوك زي ما انت فاتح الفي بي ان مفيش مشكله. اتك على لوك ستار ده هتلاقي على طول فتح لك صفحه على الجالاكسي ستور، هيقول لك حمله، تقوم جاي محمله على طول، وهكذا. وكوك ستار وكل الاضافات دي، في برضه في الفاميلي هنا تحت، يعني هنا في اليونت في الفاميلي تحت هنا، في برضه اضافات تانية ممكن تحملها. تمام، طيب خلاص، بعد ما نحمل الحاجات دي كلها نقدر نطفي الفي بي ان ونحط الخط بتاعنا ونوصل التليفون، مفيش مشكله، عادي خالص، ونتعامل عادي خالص بقى، نشيل امريكا خالص ونرجع للوضع الطبيعي بتاعنا عادي خالص. تمام، طيب احنا دلوقتي بعد ما نزلنا الاضافات ديت انا اقدر استخدمها في ايه او استخدمها ازاي؟ طيب هنيجي هنا يا جماعه الاول برنامج اللي هو لوك ستار. لوك ستار ده ابلكيشن بيمكنني ان انا اقدر اعمل يعني لوك سكرين مختلفة عن لوك سكرين اللي موجودة عندي. تمام، الابلكيشن اول ما افتحه او الاضافة دي اول ما افتحها هيبقى شكلها بالمنظر ده. هنعمل له هنا اون، انا كنت عامل واحدة هنا مجربها، بس هنماك واحدة جديدة. هنيجي على هنا كلمة بلس اللي فوق ديت. تمام، هنا بيقول انت عايز انهي باك جراوند، فمثلا هنختار الباك جراوند ديت مثلا. تمام، هنا اقدر هنا بعد كده يعني في كلمة زائد اللي هنا دي يا جماعة اقدر اضيف ابلكيشنز، هو بيسمع لحد 6 ابلكيشنز، فاحنا ممكن نضيف مثلا فيسبوك انستجرام، ممكن نضيف 6 ابلكيشنز دومات مثلا. تمام، هو هنا يعني المنظر ده هيبقى هنا بتحت كده بالعرض، ممكن يعني نخليهم بالجنب كده بالطول، ممكن نخليهم كده او كده، يعني انت بقى ايه انت وذوقك، يعني شوف انت ايه اللي يناسبك واعمله. تمام، بعد كده تقول له هنا سيف. طيب هنا بيقول لي انلوك تايب، اللي هو هنا اما اجي افتح الشاشه يعني اما اجي اسحب، اسحب اي سحبه في اي اتجاه، ولا سوايب اب سوايب داون. هنقول له مثلا سوايب اب مثلا. هنا بيقول لي يوز سيستم كلوك، فانا هقول له انا مش عايز. اللي قبلها الاول يا جماعه اب شورت كات ديت، هنا بيقول لي يعني التطبيقات اللي بره اللي هي الست تطبيقات اللي فوق بعضهم يا جماعه، لما اجي افتحهم اعمل دبل تاتش ولا تاتش واحده؟ هنقول له مثلا تاتش، يعني مثلا ضغطه واحده مش دبل تاتش. طيب وهنا الكلوك، الكلوك احنا بص ممكن نيجي نكليك من هنا كده ونقول له اديت. تمام، هنيجي على الكلوك تحت هنا، في هنا اشكال كلوك كتير جدا، ونختار اي شكل احنا عايزينه. ممكن مثلا نختار الشكل الساعه ديت، طبعا انت في اشكال كتير قوي ممكن تختار منها اللي انت عايزه، في مثلا او هات مثلا ديت. وهنا ايتم فيزيبيليتي اللي هو اللي انت عايز ايه يبقى ظاهر لك بره. لو ناخد بالنا هي البتكس دي لما عملتها في سوايب سكرين تو انلوك ظهرت، اللوك سكرين ايكون ظهرت، ميوزك كنترول ظهر، لوك بوتن ظهر. تمام، لو ناخد بالنا يا جماعه برضو احنا هنا ممكن نحرك نعمله بس سيف الاول، بعد كده نخش هنا نعمل له ايديت تاني. لو بقى احنا هنا ممكن نحرك ال كلمه ايديت، احنا ممكن نحرك هنا اللي هو شكل القفل دوت، هنا برضو شكل الميوزك بلاير ممكن احرك مكانها، الحاجات دي ممكن احرك مكانها براحتي خالص، فهو بيديني الحريه التامه اتحكم في اللي انا عايزه. تمام، نقول له سيف ونقول له هنا مثلا ابلاي، ووريكم شكلها بقى عامل ازاي دلوقتي. ده الشكل يا جماعه بتاع اللوك سكرين بتاعي دلوقتي. تمام، لو ناخد بالنا عشان افتحه هعمل سوايب اب اللي انا كنت مختارها في الاعدادات، فهعمل سوايب اب كده اخش. تمام، ده بالنسبه لاول اضافه لوك ستار. الاضافه الثانيه لايك لوك ستار دي يا جماعه بتمكنني ان انا اقدر اغير الالوان اللي هنا اللي في النوتيفيكيشن بار هنا. تمام، لو ناخد بالنا هنا عندي الوان اسود يعني الايكونز اللي شغاله منوره باللون اللبني، فانا هنا برضو هكون جاي مفعله مثلا كده. هنا طبعا دي كلها اشكال جاهزه انا ممكن اختار منها اللي انا عايزه، يعني مثال مثلا لو انا اخترت الشكل ده كده واقول له ابلاي. لو خدنا بالنا هنا يا جماعه ال يعني الفكشن كلها اتغيرت، بقت باللون البنفسجي اللي انا مختاره. طبعا لون جميل جدا وكل واحد بقى بمزاجه يعني. طيب هنا في فيزابيلتي اوف انتكتور ايكونز اللي هو انت عايز ايه يظهر لك فوق هنا، يعني لو ناخد بالنا يا جماعه هنا كده في النوتيفيكيشن بار هنا اللي هي جنب هنا في 29% البطاريه، وفي نوتيفيكيشن من الفيسبوك الريكورد الكلام ده كله. طب انا عايز اظهر الهوم سكرين اللي هو النتورك بتاع الهوم سكرين، عايز اظهر اللوك سكرين، عايز اظهر الويندوز، عايز اظهر الموبايل داتا لو انا فاتح داتا الالارم اهو، لو ناخد بالنا ظهر الفوليوم. انا مش عامل منبه تقريبا او المكون عامله صامت، انا اسف. هنا لو انا عامل وضع الطيران هيبان. هنا لو ناخد بالنا الواي فاي مش باين، مجرد ما فعل دي الواي فاي ظهر لي اهوت، الباتري ايكون ظهرت، ال ان اف سي لو انا فاتح، البلوتوث، داتا سيفر، باور سيفر.
كل الحاجات دي كلها انا عايز تظهر عندي يا جماعه، او مش عايز تظهر دي حاجه ترجع لك. هنا في الكلوك بوسيجن، هنا انت عايز الساعه تبقى على الشمال ولا عايزها في النص ولا عايزها في الرايت ولا عايزها في الهايد، اختار خالص. لو ناخد بالنا يا جماعه في كل الاوبشنز اللي هي ليفت والرايت ما كانش فيه كلام بيجي لنا تحت هنا، مجرد ما اخترنا ميدل بيجي لنا كلام. الكلام ده فيها معناه او بيقول لك ان انت لما تخلي الساعه في النص هنا لو جالك نوتيفيكيشنز كتير، النوتيفيكيشنز مش كلها هتظهر لان الساعه واخده مكان، فالافضل ان انت تخليها في الرايت او تخليها في الليفت، او عايز تخليها في الميدل ده حاجه ترجع لك، او تعملها هايد يعني زي ما انت عايز از يو لايك يعني، نخليها في الميدل مثلا. نرجع باك، وهنا نوتيفيكيشن بوب اب بوتون اللي هو لو ناخد بالنا يا جماعه لما بنزل مثلا كده واجي مثلا على هنا يعني هنا كده من الاخر، دي معناها الحركه دي انا لما بفعلها الحركه دي ظهرت لي. لما طب انا ما فعلتهاش بصوا هتلاقي مش كلها ظهرت، في اتنين بس ظهروا، انما هنا لما فعلتها في واحده تلت ظهرت اللي هي دي، اللي هي من الاخر بخلي الابلكيشنز زي صغير كده تمام. دي معناها الاختيار ده معناه كده. طيب في هنا برضو حاجه مهمه يا جماعه، ان انا مثلا افرض لو انا مش عايز الالوان دي كلها، الالوان دي مش يعني مش فرض عليك انت ممكن تعمل الوان بمزاجك. هنيجي على كلمه زائد اللي هنا ديت ونختار مثلا اللون مثلا دوت فرضا يعني، ده هيبقى لون الباك جراوند كلها. طيب انا هنا بقول له الايقونه اللي انا فاتحها عايز يبقى لونها مثلا اخضر، اي لون اي لون يا جماعه، مش لازم بقى يعني بغض النظر عن التناسق طول الوقت، يعني بوريكم بس كمثال وانتوا يعني اعملوها بمزاجكم بقى. ودي الايقونات لو هي مطفيه. طب والفونت كولر، لو عايز الفونت كولر مثلا يبقى لونه احمر كده مثال يعني. وهنا دي البانر باك جراوند اللي هي الباك جراوند دي يا جماعه اللي هي الورا ده كله تمام. واقول له مثلا هنا ابلاي، لما اعمل ابلاي وابص كده هلاقيها جت بالمنظر دي. طبعا بغض النظر المنظر حلو او وحش انا بوريكم بس كمثال يعني تمام. نيجي كده، دي كل حاجه على الاضافه الثانيه يا جماعه. نيجي للاضافه الثالثه اللي هي تاسك تشينجر. تاسك تشينجر دي يا جماعه هنا معناها يعني انا هنا يا جماعه لو تاخدوا بالكم لما يعني ما بضغط اللي هو زر الخيارات يعني يا جماعه، تاسك تشينجر دوت او التطبيقات المفتوحه بتجيب بالمنظر ده تمام. طيب هو الطبيعي طبعا ما كانتش هتيجي كده، بس اكمل انا مشغل الاضافه دي فجايب المنظر ده. طيب احنا هنا عندنا اضافات او اشكال كتير ممكن نغيرها، لو عملنا مثلا ستاك ديت تمام واخدنا بالنا ظهرت لي بالمنظر ده. طيب ممكن مثلا ليست، لو عملناها ليست هتجينا بالمنظر ده تمام. طيب لو عملنا هنا مثلا جريد هتجينا بالمنظر ده تمام. فانا بالنسبه لي هو الاختيار الاخير ده هو افضلهم طبعا، انت بمزاجك طبعا. طيب هنا في سكرول افكت اللي هو مثلا لو جبنا كاب ان وخدنا بال، بص يا جماعه نيجي نحرك هتبقى بالمنظر ده. طيب نشوف الاختيار التاني عشان يبان لكم قوي. هنا كاب اوت، كاب اوت تحس ان التطبيقات بقت يعني معموله للخارج. طيب لينر ده مثلا واخد بالنا بقت ماشيه بالجنب كده. طيب اجيب لكم واحده بس عشان تبقى باينه قوي. انا مثلا في الاب ممكن دي تبان فيها اكتر. بصوا يا جماعه شكل التقليب التنقل بين الابلكيشنز المفتوحه بقت مختلفه تمام. فاحنا ايه هنختار مثلا ايه اي حاجه النهارده مثلا. طيب هنا في ميني مود، ميني مود بمعنى ايه؟ لو فعلتها كده يا جماعه وعملت كده هتاخدوا بالكم ان بقت التطبيقات كلها مش واخده الشاشه كلها. في الاول لو قفلتها تاني هتلاقي برضه واخدة الشيء يعني زي واخدة حجم أكبر، الميني مود هتلاقيها واخدة حجم أصغر تمام. طيب هنا في بلور افكت، بلور افكت اللي هو لو تاخدوا بالكم أنا لما بعمل كده الباك جراوند اللي ورا خالص التطبيق اللي مفتوح ورا هنا معمول له بلور، بعكس لو أنا قفلت كده وعملنا بصوا هتلاقي التطبيقات اللي ورا باين شكلها تمام. فدي معناها كده. طيب والتطبيق أو الاختيار الأخير ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لما أضغط على زر الاختيارات ده اللي يجي لي في أول الشاشة على طول التطبيق اللي مفتوح، يعني انا لو قفلته كده وعملت كده ما جابليش التطبيق المفتوح، جاب لي التطبيق التاني. انما لو عملت دي كده وعملت كده هيجيب لي التطبيق المفتوح تمام. ده بالنسبه للتاسك تشينجر. اضافه رابعه بصراحه هي تمام تبع الطرق والعربيات والكلام ده كله، فانا ما حبيتهاش يعني، ف ممكن انتوا تنزلوها وتجربوها. انا بكلم لكم حاجه بس انا حملتها. في هنا كلوك فيس، كلوك فيس مثلا لو اخترنا على لوك سكرين هنا
هو انا في اضافات كتيره جدا للساعات ممكن اختارها، ممكن انا اغير اللون بتاعها. هتقول لي طب ما الحاجات دي اصلا كانت موجوده قبل كده، هقول لا هنا في اضافات اكتر، في شكل للساعات اضافات اكتر. لو دخلنا على الشكل ده هنا كده هنلاقي هنا الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده او ما كنتش اقدر احطها، تمام؟ دي كلها بقت اضافات انا ممكن استخدمها، تمام؟ لو عملنا هنا بس غالبا ممكن ما تطبقش في الاول ابلكيشن. لو خدنا بالنا يا جماعه كنت اقول له ما تطبقش بتاع النظام، يعني لو عايزينه يتطبق. لو دخلت هنا كده ودخلت عادي وده جيت هنا كده قلت له يوز سيستم كلوك ديت وعملت كده هلاقيها اتطبقت تاني، تمام؟ انتوا فاهمين ليه ما كانش متطبق؟ انا حبيت بس اشرح لكم. فده بالنسبه للكلوك فيس. وكلوك فيس وممكن برضو تستخدم للوز اند ديسبلاي. طيب في هنا مالتي ستار، مالتي ستارت ده يا جماعه اللي هو خاص بان احنا لما نفتح برنامجين فوق بعض زي ما هو باين في الصوره اللي فوق دي كده، تمام؟ او مثلا لو انا مثلا قلت ايه، او يعني ابين لكم انا على الشاشه هنا دلوقتي لو انا عملت كده مثلا وعملت ده كده ممكن اعمل كده، تمام؟ واقول له مثلا افتح لي الجلاكسي هنا دوت. ثانية لو احنا فتحنا ده كده ده نكبره تاني نعمل كده، نيجي هنا نقول له مثلا افتح الكلوك مثلا، نيجي هنا تاني كده هو هنا بيقول لي التطبيق ده مينفعش يتفتح في شاشتين. طب عايزين نشوف حاجة تكون بتدعم الموضوع ده. لو فتحنا مثلا السامسونج ميوزك بلاير معرفش هيكون بيدعمه ولا لأ، هنجرب. لا برضو ده ما دعمش. المشكلة يا جماعة ان مفيش برامج كتيرة مدعومة بالخاصية ديت، بس هنحاول نشوف برامجين يكونوا مدعومين. ممكن تقريبا الآلة الحاسبة تقريبا على ما اعتقد ممكن تكون مدعومة. لو فتحنا مثلا الكالكوليتر وشدينا فوق، لا برضو كورنت رننج اب مش معقول يا جماعة. كنت أنا عايز أبعت لكم مثال هي مش أكيد مش تبقى شغالة كده يعني. أيوة يا جماعة ده مثلا بيدعم اهوت، تمام؟ نقفل هنا ديت ناخد بالنا هتلاقي هنا ايه خد هنا نص الشاشة اهوت وناخد نص الشاشة التاني، تمام؟ طيب هنا أول اختيار شوش سبيت سكرين كلر. لو دخلت عليه لو خدنا بالنا الخط اللي في النص ده يا جماعة أنا مختار باللون الأحمر، ده معناته كده لو عملت كده مثلا كده يعني وغيرت هيتغير معايا. أنا مختار ايه مثلا اللون الأحمر ده، تمام؟ يوز مالت ويندو وزود بوزنج، يعني بمعنى ايه؟ معنى يا جماعه دلوقتي ان انا مثلا انا مكتب الشاشه ديت، لو انا تحت مثلا سي مشغل اليوتيوب المفروض ان الفيديو هيقف مش هيبقى شغال، تمام؟ لان انا مكتب الشاشه اللي فوق ديت مش مكتب اللي تحت. فالاختيار ده للتاني ده معناته ان انا حتى لو مكتب الشاشه اللي فوق مثلا اللي تحت يبقى شغال عادي مفيش مشكله ملوش علاقه باللي فوق، تمام؟ اختار التاني دوت اللي هو المفروض يعني ان هو بيجبر التطبيقات اللي ما بتقبلش انها تبقى شاشتين او تتقسم شاشتين كده انها تتقسم، بس ده هيحتاج منك ريستارت، تمام؟ وبوب اب فيو اكشن ديت اللي هي لو شفنا فوق هنا لو خدنا بالنا لازم بس هخرج من دي. لو خدنا بالنا يا جماعه يعني وجينا مثلا شدينا دي كده ثانيه واحده ده شد اسلوب معين. طب نجرب مثلا على سامسونج مثلا ستور يا جماعة. بس اهيت سحبناها من الكورنر من فوق كده، دي معناها الاختيار ده معناته كده يعني اللي انا كنت مختاره تحت ده، تمام؟ اللي هو بيبقى اكشن زي ما وضحت في الصورة اللي فوق دي. طيب هنا نيجي نافي برضه اخليه في الاخر. نيجي هنا في فاميلي في هنا ايدج لايتنج بلس اللي منزلها ديت. دي طبعا يا جماعه زي ما احنا واخدين بالنا لما بيجي لي نوتيفيكيشن
يعني المنظر اللي بيجي. طبعا ده موجود في السيستم جوه، بس هو هنا ضايف لي كده كام اختيار كده لزاز، تمام. فانا منزله بصراحه لان انا عاجبني الاختيار ده قوي، انا مختاره يعني. فالاضافه دي شغاله على الحته بتاع النوتيفيكيشن دي يا جماعه. طبعا دي كلها اشكال اهيت، تمام، مش موجوده في السيستم الاساسي. طيب نيجي هنا على نافي ستار اللي كنت بسيبها الاخر. نافي ستار دي لو تاخدوا بالكم يا جماعه، انا عندي تحت هنا في زر الباك وزر الهوم، يطلع لكم بره كده زر الباك والهوم واللي هو الخيارات، وفي هنا الزر اللي قبل الاخير ده انا عامله سكرين شوت، والزر الاخير ده انا عامله قفل الموبايل، تمام. طب الحاجات دي انا عملتها ازاي او اقدر اضيف ايه؟ انا هنا كده هاجي اقول له هنا نيو كونفيجريشن اللي هي اللي فوق ديت، وهاجي هنا اختار اللون اللي انا عايزه، تمام، لون النافي بار تحت دوت. هاجي هنا كده مثلا، وفي تحت بقى هنا في اختيار الاخير اللي هو بوتون لاي اوت، تمام، عايزه ديفولت ولا عايزه رايت، عايزه يعني الايقونات النافي بار تحت يبقى في الرايت ولا عايزها في الليفت ولا عايزها ايه. معانا من اد بوتون دلوقتي، نرجع تاني اوكي، نيجي هنا هنقول له مثلا بوتون لاي اوت، هنا هنقول له مثلا خليها في الرايت، تمام. طيب هنيجي هنا مثلا في اد بوتون، اد بوتون يعني هنا بقى اهو انا عايز اضيف ايه جنبهم، عايز اضيف مثلا الكاميرا، سكرين اوف، انترنت، الاسهم فوق وتحت شمال يمين، كل دي حاجات انا ممكن اضيفها. انا بالنسبه لي ضفت السكرين شوت والازرار القفل، تمام. ودي الايكونز اللي هو الترانسبيرتي بتاعها، انا عايزها تبقى يعني شفافه كده ولا باينه، تمام. وادابتف كلر اللي هو تبقى لونها يعني واخدة لون يعني اللون الساهم اللي تحت والهوم ده يا جماعة متحركين كده وواخدين نفس لون الباك جراوند اللي انا عاملها ديت، ولا يبقى لونهم اسمر كده وخلاص، تمام. وفي الاخر اعمل له سيف، لو من الصبح هتلاقيها اتطبقت معاك بالمنظر ده. بس يا جماعة ده كان بالنسبة لشرح البرامج. معلش انا اسف لو كان الفيديو طول، ولو في اي حد يعني في نقطة حابب يستفسر عنها او ما وصلتلوش يعني يكتب لي في الكومنتات وانا هتواصل معاه ان شاء الله. طبعا الروابط انا مش هقدر اسيبها لكم، زي ما قلت لكم انت لو حملتها بطريقه غير شرعيه مش هيظهر لك الاضافات دي كلها هنا، فانتوا حملوها زي ما شرحت في اول الفيديو. انا اقدر بس اسيب لكم، ممكن اسيب لكم رابط الفي بي ان، مع ان اي في بي ان هيشغلها عادي مفيش مشكله خالص. ويا ريت يا جماعه لو المقطع ده انت استفدت منه باي معلومه بسيطه ما تبخلش علينا باللايك والشير والسبسكرايب، ابعته لاصحابك، واللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.